قلب في اليمن البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومي وعلومي آمين يا رب العالمين. أنه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم منزل وقال مجاهد القسطاس العمل باليومية ويقال القسط مصدر مقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل وبه قال حدثنا أحمد بن الشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الخطاب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.